ونختم تطوافنا في مختارات الأعمدة والمقالات بزاوية مرايا من صحيفة صيحة للكاتبة أمينة الفضل، والتي جاءت بعنوان بساطة. تقول أمينة: يتيح لك التنقل بالمواصلات العامة فرصة نادرة من المشاهدة والملاحظة والتقييم ومعرفة ما إذا كنا شعب السودان متحضرين أم أننا نخوض وفق ما توجهنا الرياح. وتضيف الكاتبة: لا أخفيكم سرا إن قلت لكم إننا شعب في غاية البساطة، تلك البساطة التي تجعل من صاحبها يفعل كل شيء دون مراعاة لمشاعر الآخرين، بل تجعل أحدهم لا يتورع من فتح نافذة عربته وإلقاء بقايا طعامه وقارورة المياه على الطريق العام الذي تم تنظيفه للتو، ثم يغلق نافذة عربته ليواصل رحلته وكأن شيئا لم يكن. وتمضي الكاتبة قائلة: بساطتنا غريبة الأطوار، تجعلنا نعبر الطرقات القذرة والمليئة بطفح المجاري ومياه الأمطار الراكدة بصورة أشبه ببهلوانات السيرك تتقافز من مكان إلى آخر دون أن نفعل شيئا سوى سب الحكومة التي جاءت بالأمطار ولم تستطع تصريفها. ثم وبذات البساطة نبتاع من الخضروات والفاكهة المفروشة على جوالات الخيش وسط هذه القذار. وتختم أمينة هذه الزاوية قائلة: ألم أقل لكم إننا بسيطون لحد بعيد، وبسيطون للدرجة التي تجعلنا نصبر على حكم استمر 30 عاما أضحينا خلاله كفيران التجارب ونصرخ بأننا لا نريد هذه الحكومة، لكننا بذات الوقت نتساءل في بلاها أين البديل؟ فهل هذا بساطة أم لها اسم آخر؟